السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد سبعين، الحلقة المسائية اليوم الأحد 21 يناير 2024، الحلقة اللي كتجي مباشرة بعد نهاية الماتش ما بين المنتخب المغربي وكذلك منتخب الكونغو الديمقراطية برسم الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس إفريقيا كوتيفوار 2023. حلقة غادي نتكلموا فيها على مجموعة من التصريحات اللي خرج بها غانم سايس وكذلك تكلم عليها وليد الركراكي بعد نهاية الماتش، أداء اللاعبين، الظروف المحيطة، الشجار اللي وقع ما بين اللاعبين ديال المنتخب المغربي وكذلك المنتخب الكونغولي، اشنو السبب ديالو بالضبط وكيفاش كان التعليق ديال وليد الركراكي على هذه الامور كلها. وغادي نتكلموا كذلك حنا يعني الموقف ديالنا والقراءه ديالنا وشنو ممكن نستافدوا من هذا الماتش اللي هو ماتش مهم جدا للنخبه الوطنيه. غادي نتكلموا كذلك في شق اخر عن ردة فعل الاعلام الجزائري الفرحان بزاف بهذا التعادل. تبعوا معنا هذه المباراة من الأول حتى الأخير على بركة الله. مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة، رجاء رجاء ثم رجاء بغينا يعني أنكم تفعلوا هذاك الجرس، اللي ما مشترك يشترك معنا باش ندير واحد القراءة ان شاء الله الماتش ديال اليوم في هذه الحلقه. غادي نتكلموا اولا على الظرفيه ديال الماتش، غادي نتكلموا على الاجواء المحيطه، غادي نتكلموا على الاهميه ديال هذا الماتش في هذا التوقيت بالذات. والله الا خرجنا رابحين من هذا الماتش، خرجنا رابحين اولا لاننا تفادينا الهزيمه في واحد الظرف زمني خايب بزاف اللي هو الجوج ديال النهار ودرجة الحرارة 37 ودرجة الرطوبة تقريبا أو نسبة الرطوبة تقترب من 80، فهي ظروف كانت ضد المنتخب الوطني وضد اللاعبين المغاربة. ولكن هذا الأخوت ليس مبرر، ماشيش مبرر، لأننا شفنا، أنا تفرجت البارح باش نكون شي شوية ديال الموضوعية بعيدا عن المزايدات وعلى الهضرة ديال السياسة ورد عليه ورد عليك، فالله يرحم الوالدين، صبروا معايا شي شوية باش نقول واخا واحد الواقع وواحد الحقيقة اللي غتمرضني، مرضتني أولا وغتمرضكم حتى نتوما، ولكن خاصنا نقبلوها. المنتخب الكونغولي تقريبا على نفس المستوى المنتخب ديال بوركينا فاسو اللي لعبت معاه البارح الجزائر في نفس التوقيت. اللي تفرج في الماتش ديال الجزائر والماتش ديال المغرب، الجزائر سيطر على الماتش ديال بوركينا فاسو، اللاعبين ديال المنتخب الجزائري ما كانش كيبان عليهم العيا او كيبان عليهم العيا، ولكن كان واحد القرينطه عندهم طالعه شي شويه خلاتهم انهم يخلقوا فرص وانهم يكونوا اقرب للخروج من هذه المباراه بالفوز على المنتخب البوركينابي. نكونوا واقعيين في هذه الامور الاخوت ونتكلموا واحد شويه ديال الواقعيه. المنتخب الوطني المغربي اليوم بنوا اللعبه ديالنا ضعاف جدا، عيانين عياو بزاف، شي الكرينتا شي حاجه بغينا نخرجوا شفنا يلا تقريبا شناها في نايف اكريج، شناها كذلك في سفيان امرابط. هاد جوج ديال اللعابه بنسبه اقل اشرف حكيمي كذلك، وبنسبه اقل حكيم زياش، ومحمد الشيبي حتى هو ما خلاش من جهده. اما اللاعبين الاخرين فراش شحال ديال التمريرات الخاطئه جدا. شخصيا سليم املاح كان نقطه ضعف المنتخب الوطني في الشوط الاول بواحد الدرجه كبيره جدا، ما عرفتش علاش المذيع جواد بده طيله المباراه وهو يثني على سليم املاح. سليم املاح جا منه البيناتي، سليم املاح عدد مهم من التمريرات الخاطئه ديالو، السيد ما كانش في الفورمه ديالو، ما كانش قد انه يسير الجو وكذلك الظروف المحيطه بالماتش، كان من الافضل تغييره من البدايه. وحتى دخول حارث ما كان سليم املاح، رغم انه عنده شي شويه ديال الفرطيات والفانت وكان افضل من سليم املاح، فكنت اتمنى ان يدخل الصباري على الاقل بلاص سليم املاح او بلاص اوناحي. الصباري لاعب كنعرفو عنده واحد الكرينتا، عنده واحد القتاليه واكتشفنا فيها في المنتخب الاولمبي،
عنده بنيه جسمانيه قويه. وفي هذا الماتش مع منتخب الكونغو اللي كانوا قالوا لنا بانه غيدخلوا معنا للحرب، يعني غادي الماتش غادي يعتمد على البنيه الجسمانيه. كنت كنتمنى ان الصباري يدخل في الناف. عندنا مشكله الخط في الناف، عندنا مشكل في الهجوم. الناس اللي كانوا كيعيروا حمد الله ويقول لك علاش حمد الله بينا نجيبوا، عندنا مشكل لا نصيري لا حمد الله لا الكعبي، راه عندنا مشكل في هذا البوست. النصيري كيلعب فقط غير من هنا الفوق، لاعب عنده الوجه، لاعب عنده الوجه فقط، كيعرف الكره خاصها تجي الراس ديالو باش يخلق لنا فرصه فقط، نادرا ما يماركي او انه يشد الكره في رجليه، ما كيعرفش يشد الكره في رجليه، وعنده واحد الفوبيا، خاصو متابعه نفسيه، عرفتي النصيري خاصو متابعه نفسيه، لان اللعابه ديالنا حنا كنا شادين فيه، وهذا خطا ديال الجماهير، كنا شادين فيه ايامات كنا كنقولوا ليه رجلك كيتخلطوا ليك، الركابي ديالك او رجلك كيتخربقوا ليك، واللاعب ما بقاش حامل انه يلعب برجليه، ولات الكره واحد الكره راه كانت جايه عنده ممكن يشدها برجليه ويماركي بسهوله، ضربها بالراس وما عرفت فين زلعها. اذا عندنا مشكل ديال الناف. كنت كنتمنى طارق تيسودالي يدخل نجربوه حتى هو يلعب لاعب عنده شي شويه ديال الفانت. اللاعب ديال الناف، الناف هو اللي خصو يعني، انا ما عرفتش، انا ما تقولوا لي محلل ولا كذا ولا، انا كنقولها حسب الفهم ديالي. لعبنا شي شويه ديال الكره، دوزنا شي شويه ديال، كنتبعوا الكره من صغرنا، فهذا عندنا واحد الثقافه شويه على قد الحال في مجال الكره. انا كنظن الناف من بصير تقريبا ما بقاش عندنا شي لاعب يقدر يدير لنا هذا الدور، اللي هو دور ديال اللاعب. وسفيان علودي كذلك، سفيان علودي اللي للاسف الشديد ماركا ثلاثه الاهداف احدى الكؤوس الافريقيه، ومن ثم نهايه الماتش نهايه المسيره ديالو من اللي تعطب لنا في هذاك الماتش. لعابه خاصنا الناف دائما يكون اللاعب عنده مع الفات، هو اللي كيعرف يدخل. كنت كنتمنى تكون هذه الصفه في بوفال، في بلال الخنوس، في الزلزولي، هادو لعابه يعني عندهم البروفايل ديال الناف، كنت كنتمناهم في الناف انهم يلعبوا راس حربه. اما نرجعوا لكم للظهير الايسر اللي كان عندنا فيه مشاكل كبيره جدا من الماتش ديال تنزانيا، الظهير الايسر اللي فيه الزلزولي وكان فيه الشيبي وعاود جا من بعد بوفال وكان وراهم الشيبي. الشيبي كنقول بانه داير اللي عليه، خدم مع انه ماشي البلاصه ديالو. الاجنحه انا كنعتقد بان الدور ديال الجناح يدير دريبلاج واحد جوج، ولكن الدور ديالو هو انه يسونطري الكره للف. هذا الشيء اللي كنعرف انايا، اذا كاينه شي حاجه اخرى كتعرفوها نتوما في هذا المجال قولوها لنا. ولكن كنشوفوا عندنا مشكل في الظهير الايسر، ان زلزولي وبوفال لعبهم بحال بغاو يشدوا الكره في رجليهم اكبر عدد ممكن من الوقت. عندنا لاعبين في رطوبه عاليه، راعبين في واحد الحراره تجري 5 متر وغتعيا، مع ذلك كنشوفوا الزلزولي وبوفال هادو بحال كيشدوا الكره وكيبغي يجري، كيجري ثلاثه خطوات اربعه كيعيا كتمشي للكره. ولكن كان بالمقابل زياش ذكيا، كان ذكي كيشد الكره، وهذه دائما في زياش كيسونطري الكره للنف، كيسونطري الكره لمربع العمليات. لتحت كان عندنا مشكل اخر في الظهير الايسر، الشيبي ما كينزلش لا زلزولي لا بوفال يعاونوا، كان حاصل. اما في الظهير الايمن كنا كنشوفوا حكيمي كينزل عنده زياش وكيعاونوا، وكينزل عدلي كذلك وكيعاون حكيمي. اذا الظهير الايمن ما عندناش فيه مشكل نهائيا، والمحاولات ديالنا كلها كتجي من الظهير الايمن. عندنا لاعبين من العيار الثقيل، عندنا زياش، عندنا حكيمي، عندنا كذلك امين عدلي. عندنا المشكل الخوط في الظهير الايسر، الظهير الايسر عندنا فيه مشكل. الشيبي ما كيلعبش البوست ديالو، عطيه الله معطوب، مزراوي معطوب، الزلزولي وبوفال ماشي في الفورمه ديالهم نهائيا. وكنت كنتمنى انا كون كان سفيان رحيمي افضل منهم بكثير، والله العظيم بعدا انا كنقول لك في هاد جوج ماتشات اللي دازوا الزلزولي وبوفال سفيان رحيمي كان افضل منهم بكثير. باقي اللاعبين يعني داروا اللي عليهم، وناحي ما كانش في نهارو، ربما كانت عليه شي رقبه كبيره، ولكن كنتمناو هاد الامور انه يحاول وليد الركراكي انه يعالجها. في الماتش عموما راه كانت سيطره بلغه الارقام للمنتخب الوطني المغربي، سيطره طفيفه جدا، يعني المنتخب الوطني المغربي كانت عنده استحواذ الكره 54%،
والكونغو كانت عندهم تقريبا 45%. عدد التمريرات اللي تلاحوا الى المرمى، المنتخب الوطني كان عنده 11 تمريره، الكونغو 10. اللي كانت موجهه ما بين القائمين، المغرب كانت عنده 4، الكونغو عندها 2. الكورنيرات المغرب 3، الكونغو 5. كذلك الشروط ما كانش، الاخطاء تقريبا التعادل 17 خطا لكل فريق، ولكن الفعاليه والخطوره كنا كنشوفوها من منتخب الكونغو. المنتخب المغربي 55%، وهذه بانت باين بانها من توجيهات المدرب. المغاربه كيشدوا الكره، كاين اللاعب اللي كيشدها ويبقى واقف واقف. كانت تعليمات، هذه تعليمات من المدرب، كيقول لهم شدوا الكره في رجليكم ووقفوا باش يتساحوا صحابكم، لان هذا العياء وهذا المشكل ديال الرطوبه. في حين ان الكونغوليين فاش كيشدوا هذه 45% دوزها كل خطر، باس باس طق 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 طق، طلع طلع لي بوا ديال المنتخب المغربي. المغاربه لا، 55% شاد الكره في رجلينا، ولا شي واحد كيتماوت مع صاحبه كيلوح ليه بشويه وكي يعني ديك الهضره اللي كان اللي قال اناحي في المنتخب المصري حنا اللي كنديروها للاسف الشديد. هذا واقع وخصنا نتقبلوه الخوت، واقع يجب علينا ان نتقبله جيدا. خرج لنا بعد المباراه غانم سيس او رومان سيس العميد ديال المنتخب الوطني بواحد التصريح مهم جدا، يهاجم فيه الكاف، كيهاجم فيه هذه البرمجه البائسه للكاف لهذا الماتشات في هذا التوقيت. كيقول لهم نعلم جيدا حقوق البث التلفزي وبان البي ان سبورت شاريه كاس اسيا وشاريه كاس افريقيا، وخاصها الماتشات ديال كاس اسيا ما يدوزوش مع كاس افريقيا في نفس الوقت، وهذا الشيء اللي كيخلي ان الماتشات يتلعبوا في جوج. ولكن قال لهم راه باش تخدم، يعني ما قالش لهم بهذ العباره ولكن ما معناه، باش تخدم البي ان سبورت وتخدم الكاف وتخدم الفيفا راه كتخدم بالرجلين ديال اللاعب، كتخدم بالسفل ديال اللاعب، واللاعب في هذا التوقيت خطر جدا على اللاعبين من ناحيه ديال الصحه ديالهم وكذلك اللياقه البدنيه ديالهم. غانم سيس كذلك قال واحد التصريح مهم جدا، قال لهم هذه النتيجه مهمه لنا باش نشدوا الارض، لاننا حنا كمغاربه كلنا طلعنا للسماء ولينا كنهضروا غير برابع العالم، كنتسنى او كنتمنى هذه الكلمه ديال رابع العالم نحيدوها ما نبقاوش نهضروا بها. صافي داز عام هذه وتقريبا والصرف، بركه علينا من رابع العالم. دابا عندنا واقع اخر، واحنا رابع العالم، بارك الخوت بارك الخوت من هذه الاسطوانه ديال رابع العالم بهذا الاداء ديال اليوم. الا لعبنا فيه مع السنغال في نفس التوقيت في الثمن او الربع او النصف غادي نجيبوا 3 و 4-0، كونوا اكيدين الخوت. لا اتمناها بحالي بحالكم، والله لا اتمناها، لاننا كنموتوا على هذا الدرابو، كنموتوا على هذا التوني، وبغينا اننا نخرجوا منتصرين ونديو الكاس بحرقة نتكلم، ولكن خاصنا نكون واقعيين، خاص تحت الجمهور المغربي ما يبقاش انه يفرش الزرابي وكذا اللاعبين ديالنا، لا خاصنا نفيقوا الخوت، وهذه النتيجة فيقتنا من هذا السبات. كذلك اليوم كان واحد الامر خطير جدا نهايه الماتش، شنا عميد المنتخب ديال الكونغو الديمقراطي اللي هو مبيمبا اللي دار واحد التصرف خيب جدا. شنا هو التصرف؟ شنو وقع بالضبط؟ اللي وقع هو ان مبيمبا كان طايح كيتموت مع الحكم وكيقول راني معطوب في نهايه في الدقائق الاخيره ديال الماتش، الحكم عيط لي على الطاقم الطبي يجي يعين. السيد بقى محطوط لهم في التيران طيح، هنا قال لهم اودي اصدر الحكم قرار. شنو هو؟ خروج اللاعب ليتلقى الاسعافات ديالو خارج الملعب. ملي سمع اللاعب هذه الامور ناض فاق، قال لي الحكم لا اصدر القرار، سير خرج حتى تعاود تطلع عاود تخرج الكره وعاود تدخل. وهذه معمول بها في الماتشات كامله، شفناها في عدد كثير من الماتشات. خرج اللاعب تلاقى مع وليد الركراكي برا، قال لي علاش وديك تضيع لنا التوقيت؟ علاش كتضيع التوقيت؟ واحد الكونفليس صغيور هذه، يعني قبل نهايه صافره المقابله، كونفليس صغير ما بين وليد الركراكي وما بين مبيمبا. هذا مبيمبا اللي كان قال لنا بانني سادخل الى الملعب في حرب مع المنتخب المغربي اللي بالمناسبه راه كيلعب مع اوناحي وكيلعب مع حارس في اولمبيك مارسيليا.
خرج اللاعب فعلا من مباشرة بعد خرجت الكرة عاود دخل اللاعب. سيفنا الحكم نهاية الماتش وليد الكراكي فيه شي شوية ديال الصواب زايد، يعني فيه واحد الصواب زايد اللي كان عليه نقصه شوية، مشى عند اللاعب باش يكالمي هو ويا اللاعب، لأنه جرى بيناتهم واحد الكونفلي برا. اللاعب في الأول سلام سلام، شوية تزايدوا في الهضرة تزايدوا في الهضرة، اللاعب لم يحترم المدرب وليد الكراكي اللي أصلا جاي يتسامح معاه، قال شي كلمة ما عجباتش اللعابة ديالنا. وخير دليل بان وليد الركراكي ما صدرش منه شي كلمه خايبه هو ان المدرب ديال الكونغو بدا كيحذر في وليد الركراكي. يعني كون كان وليد الركراكي قال شي كلمه خايبه الى اللاعب حتى المدرب كان غادي يكعب، ولكن الى رجعنا للصور كنشوفوا المدرب ميم بالكونغو اللي كيسب في المدرب ديالنا هو المدرب الكونغو اللي كيحذر في وليد الركراكي. هنا اللعابه ديالنا ما عجبهمش الحال، وخصوصا اعتقد يوسف النصيري اللي كان بدا في واحد الهجوم على اللاعب مبيمبا، وحتى اثناء الخروج ديالهم كما كتشوفوا معنا في الصور خارج مبيمبا مع احد اللاعبين ديالهم، وتبعوا يوسف النصيري على يوسف النصيري تبعوا كان بغى يضربوا مازال في ليفيسيير، عاد جاء من الطافي لا جاء 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 جاء, جاء, جاء ياسين بونو وهو اللي شي شويه كالما وحبس اللاعب ديالنا انه ما يدير شي تصرف متعور اللي ممكن يتعاقب عليه. اذا اليوم كنت كنتمنى ان وليد الركراكي ما يمشي كاع حزه هذاك الحرام القصيص، يخليه يخرج صافي سالا سيف للحكام سالات المباراه الله يعاوننا معاهم. واللاعبين راه ما غاديش يرضاو، راه بحال الاب ديالهم وليد الركراكي راه ما غاديش يرضى ان المدرب ديالو يتقاس يتمس. كنحييو يوسف النصيري على هذا على هاد الحراره اللي كانت فيه ولا هاد اعاده الاعتبار للمدرب ديالو، ولكن كان ضروري ان نضبط انفسنا في مثل هكذا مباريات. ولكن وليد الركراكي كان ذكيا في الخروج ديالو الاعلامي في الندوه الصحفيه في الخرد الماتش، خرج وقال ليس لدي ما اقوله، ملي تسال على هذيك المشاحنه بينه وبين مبيمبا قال لي ليس لدي ما اقوله عن ذلك، وكن احتراما كبيرا لمبيمبا، ربما كان الأدرينالين هو الذي جعله يستجيب بهذه الطريقة، يؤسفني أنه لا نحن ولا جمهورية الكونغو الديمقراطية حصلنا على صورة جيدة. كنتمنى أن صافي يسال الأمر الكونغو أصحابنا معترفين بمغربية الصحراء، ما كاينلاش هاد الشنآن وهاد الخصومة بيننا وبين الكونغو. لحد الآن المنتخب الوطني راه في المرتبة الأولى في المجموعة، والمنتخب ديال الكونغو المنتخب المغربي بأربعة نقاط والكونغو بجوج نقاط وزامبيا بنقطة وتنزانيا بصفر نقطة. غادي يتلعب الماتش ممكن يعني يتلعب الماتش وممكن تنتصر زامبيا، يعني في أفضل ظروف زامبيا تنتصر يلا غادي تعادل معنا، غادي تعادل معنا مع أسبقية المغرب في عدد الأهداف، ممكن تنتصر تنزانيا وبالتالي غادي يبقى المغرب هو الاول وتنزانيا غتولي هي الثانيه، ممكن يتعادلوا وغادي يبقى المغرب منفردا بوحده في المرتبه الرابعه. نقدر نقول لكم المغرب راه ضمن الصعود للدور الثاني، راه ضمن، لان راه غادي يطلعوا الاول والثاني من كل مجموعات وغادي يطلعوا اربعه ديال احسن تواليت اللي عندهم احسن ثلاثه احسن اللي جاوا في الترتيب الثالث، وغالبا اربعه النقاط في يعني في الى كانت تكفسات حتى تكفسات غنقدروا نتكراسوا الثالثين ونطلعوا. هذه زعما لا قدر الله، ولكن متيقن ان شاء الله ان المغرب المنتخب المغربي سيعود في مباراته امام المنتخب الزامبي. تعادلنا الخطوط طالع علينا بزاف، تعادلنا وكاين واحد الشعب منهم شاد فينا حيت حنا تعادلنا، ولكن هما البارح تعادلوا وفرحانين، فهمت؟ ستة حنا التعادل مكعيننا وهما التعادل فرحهم وجايين كيشدوا فينا حنا، يعني وحنا الاولين في المجموعه ديالنا وهما المرتبه الثالثه في المجموعه ديالهم، راه باش كتعرف بانو كرغل، يعني راه كلكراد شادين فينا كيما درنا وحلنا انتصرنا وحلنا. كيقول لنا هذا الاعلامي، هذا اعلامي من الاعلاميين ديال الصف الاول في الجزائر عندهم، قال لك لاعب المستوطنة الإسرائيلية في شمال إفريقيا، زعما حنا المغاربة حنا هما المستوطنة الإسرائيلية، يقومون بالاعتداء على الكونغوليين وشتمهم بألفاظ عنصرية
ومطالب بمعاقبة المنتخب المغربي وخصم النقطة من رصيدهم وفق لوائح الكاف. هذا السيد دابا الإعلامي يطالب أنها تحيد لنا نقطة. ولا واخويا راه كاين سميتو كاين القوجعة كاين الكولسة راه غادي يزيدونا نقطة ماشي غاديش يحيدوها لنا. وما ما 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 عساي أن أقول هو موتوا بغيظكم ولو انني عندي لكم واحد الفيديو كادو ربا على هذه التدوين عندي لكم واحد الفيديو كادو كتشوفوا معنا في الصوره هاد واحد جوج جزائريين في صورهم في الكوت ديفوار كما كتشوفوا معنا ها هما جوج جزائريين سكران واحد سكران والاخر هز البنان واخيرا اكتشفوا البنان بواحد الطريقه واكوك على فضيحه من العيار الثقيل واكوك. شوفوا المغاربه كيفاش كيسوقوا الصوره للمغرب وكيفاش الجزائري يسوق صوره الجزائري. شوف كاينه واحد القضيه الخوت الجزائريين نبغي نعطيها لكم واحد بنت 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 واحد الكولسه خايبه في الماتش بان القجع عنده يد في هذا الماتش. كيفاش كيفاش السباعي القوجعه والكولسه وراه حنا الدرف علينا ضدنا الفار وتعطات واحد ضربه جزاء الى الى الكونغو. كيفاش كتقول لنا بانه راه كاينه الكولسه وكاينه القوجعه؟ صبروا انا غادي نقول لكم كيفاش ياك شفتوا الا رجعتوا بعد العرض البطيء ورجعتوا للفار في الكاري ديال الديزويت فاللاعب ديالنا سليم املاح قصوا الكره في اليد ديالو ولو انه بيني وبينكم ما شفتش بيلاتي نهائيا لان الكره قصت ما قصش اليدين. لو كانت قصت اليدين كانت ستغير الاتجاه ديالها يا هنا يا هنا يا ليه ولكن بنفس المسار باش كانت جايه باش مشات. يعني هم الصوره غير واضحه بالبتة المطلقه انها كانت هناك ضربه جزاء. المهم الحكم حكم بانها بيلانتي ولمست يد ها وحده ولكن داك اللاعب اللي سال الدم ديالو وعمر بالدم في الملعب حتى هنا كاينه ضربه خطا. بمعنى اخر كان على الحكم انه يقول جوج ديال الضربات ديال الجزاء. هيا الجزائريين ديروا هذه التاهيه في الملف وديروها في شي سيدي وصيفطوها للطرف وقولوا القجع والكولسه المنتخب الكونغو كانت كتستحق جوج ديال ضربات الجزاء وداو غير ضربه جزاء واحده. خدنا بيني وبينكم فاعتقد بان الكراغله ما خدامينش غير كذاب. الكراغله عارفين اش كيديروا؟ كيديروا واحد الضغط اعلامي ضد الحكام وضد يعني المنتخب الوطني المغربي. اي حاجه تصور ان الماتش ديالهم لاعبين هما مع بوركينا فاسو والحكم جنوب افريقي يعني لا علاقه للمغرب بالماتش ولكن ضروري انهم كيخصهم يجبدوا ان الحكم ظلمهم وذلك بسبب القجع وبسبب المنتخب المغربي. ضروري علاش؟ باش المره الجايه اي حكم حكم في ماتش ديال المنتخب المغربي كيكون دائما يستحضر ان الجزائريين راه حاضرين. خاصو يستحضر بان المنتخب المغربي دائما يتهم رئيس جامعته القجع انه يسير الكاف وبالتالي فالحكم كيكون عليه واحد الضغط انه يدقق العمليات والحالات ضد المغرب. وهذا الشيء اللي شفناه اليوم في ضربه الجزاء اللي اعتبرها خياليه لم تلمس يد الحكم يد سليم املاح ما كاينش فيها ضربه جزاء. لو انه سيفلا ضربه الجزاء بسبب اصابه اللاعب ممكن نقبلوها ولكن سيفلا لانها مست اليد فلا اعتقد بانها مست اليد. خذنا نهايه هذه الحلقه. شكرا جزيلا ديالكم على المتابعه ديالنا. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.